إزاي تعيش حياة سوية مع شريك حياتك؟ قبل الفاصل قلنا أربعة شرحناهم، قلنا الأمان، اللقاء الأسري، كرسي الفضفضة، اصنع صندوق ذكريات. رقم خمسة، الأحلام المشتركة. خلي دايماً ما بينك وبين أسرتك حلم مشترك، اشتركوا مع بعض في حلم واحد. يعني اتفقوا مثلاً السنة الجاية هنجيب عربية جديدة، حوشوا مع بعض، شاركهم حتى لو بجزء بسيط من مصروفهم. اتفقوا مثلاً إن كمان 3 سنين هنجيب أنتريه، شقة جديدة. اتكلم مع أولادك دايماً عن أحلامهم، نفسهم يبقوا إيه؟ حاول تساعدهم كل فترة في تحقيق جزء بسيط من أحلامهم. رقم 6، صاحب عيالك تكسب. اوعى تضرب عيالك قدام حد. هقول تاني، اوعى تضرب عيالك قدام حد. لا بص، اوعى تضربهم اصلا، انت بتربي بني ادم، بشر، ربنا خلق له عقل وميزه عن باقي المخلوقات، خلق له عقل علشان تحاوره، تكلمه، تفهمه الصح من الغلط. ابنك علمه ولا تعنفه. البطولة انه ما يخافش وما يكذبش، البطولة انه يبقى واثق من نفسه وعارف انه عايش في بيئة امنة. خايف عليه؟ خايف على نفسيته قبل مجموعه في الثانوية العامة؟ خايف على نفسيته قبل الاكل والشرب واللبس؟ خايف على نفسيته قبل اي حاجة تاني؟ رقم 7، اصنع ركن للعبادات. حلوة الفكرة، خصص ركن صغير كده في بيتك وحط فيه سجادة صلاة ومصحف وسبحة وسموه ركن العبادة. الركن ده هتصلوا فيه سوا، تسبحوا ربنا فيه، تتكلموا مع ربنا فيه. ركن كده يكون مميز، يملى البيت حب وبركة ورزق واسع. 7 خطوات يا جماعة، لو عملناهم أضمن لكم بيئة سوية، بيت سوي، أبناء أسوياء، وقبل كل ده نفسية سوية. شكرا ليكم وإلى اللقاء.